نتابع معكم مشاهدينا كلام بيروت مع دكتور محمد علي مقلد الباحث والكاتب السياسي. تحدثت عن موضوع رئاسة الجمهورية، موضوع التمديد لمجلس النواب، وذكرت وقلت يعني يلي كان طلع بالك تقوله اليوم بموضوع يعني ما جرى من أحداث أمنية، ولا اختصارها تحديدا حصلت ما حصل في عرسال، ولكن اليوم هناك عسكريين مخطوفين في تهديد بقتل، يعني نصرة داعش غيرهم بقتل عسكري أو أكثر في حال ما استجابت الحكومة اللبنانية لشروط الخاطفين. وبالتالي الكلام اليوم موضوع اللواء عباس إبراهيم، دول إقليمية دخلت على الخط ولكن يبقى بعيد عن الأضواء لنجاح هذه العملية. عندك أنا إذا بدك بكلمة مش أدخل بالأمن كتير، نعم، ولا بعرف، بس بقول أنا على الحكومة اللبنانية أن تبذل كل جهد ممكن بدون تقديم تنازلات من أجل تخليص العسكريين. نعم. الجهد الممكن بالاتصال بالدول الخارجية، يعني استجداء أموال من قطر لحتى سبق ونحل قضايا بالأموال. يعني نعم. كل ما ممكن أنه ينعمل، شرط أنه ما تقدم تنازلات سيادية بلبنان. كالقول مثلا نحن منفلتكم اللي برومية من أجل كذا، اللي برومية لازم يطلعوا لأسباب أخرى، لأنه هذي حرام صاروا زمان معتقلين وما تحاكموا. بس مقايضة، موضوع المقايضة، موضوع المقايضة هو الغلط، مش موضوع تطيعهم يعني. نعم. أيضا موضوع عرسال، بتشوفها ظلمت عرسال بعد ما ظهر في هذه، هو البلد كله، البلد كله مظلوم، مش بس عرسال، البلد كله مظلوم، لأنه البلد عم يخضع على إذا بدك لمنطق من الحرب من جانبي الصراع. في شيء غلط، اثنيناتهم عم ينطلقوا 14 و8 من منطق المؤامرة، انه في حدا برا هو المسؤول عنه، نحن المسؤولون عن بلاوينا بلبنان. انا بالاسبوع الماضي كتبت مقال عن النازحين السوريين، مين مسؤول عن النازحين السوريين؟ ما حدا. انا قلت مسؤولية مجيئهم على لبنان، أيوة، هي مسؤولية لبنانية اكيد. ثلاث مرات صار في نزوح استثنائي للسوريين الى لبنان. نعم. اذا بدك مش نزوح مثل هلا. المره الاولى ب 58 قبل بايام الرئيس كميل شمعون. اجوا السوريين لعنا مع اموال، شو بسموها اللجنه الرباعيه، الشركه الرباعيه. بال 76 اجوا السوريين لهون بطلب لبناني. يومها بايام كميل شمعون، لانه كان في سريه المصارف وعم يهربوا. وهلا بالاخر اجوا السوريين لهون بسبب تدخل لبنان بالشان السوري. من مساله النزوح السوري سببها لبنان، ما عم يجوا لعنا لانه هن جايين عبر السوريين، موجودين عنا لاسباب وجود عادي كعمال، يعني يد عادي البلد الاقرب لحتى يهربوا بين الاردن وتركيا ولبنان، ولكن هون بس انه عندنا مشكله. ليش عندنا مشكله؟ مشكله نازحين سوريين، عندنا مشكلة بسبب، مش بسبب النازحين، بسبب النظام اللبناني، بسبب السلطة السياسية، تركيبته، بسبب الإدارة الغلط لمسألة النازحين. ليش مش عاملين مشكلة بالأردن؟ وليش مش عاملين مشكلة بتركيا؟ لأنه في نظام وقانون وناس عم بيديروا الشأن بطريقة سليمة استنادا الى القانون. لأنه حدودنا فلتاني كمان، لأنه طبعا مش مضبوطة، فاتوا لأنه بفوتوا بيظهر، ما حدا بيقول له وين. نحن المسؤولون عن ذلك. نعم، ان شاء الله حدا يعترف بهذه المسؤوليه على كل حال، لانه الذي يعترف بالمسؤوليه يحاول المعالجه او اصلاح الامر. كلام الرئيس بري انه يستعجل التسليح للجيش والقوى الامنيه، وواشنطن كما قال السفير ديفيد هيل موضوع رئاسه الجمهوريه في هذا الاطار، يعني وذكرت موضوع اجتماع الرئيس بري، ممكن لبنان يحصل على هذا التسليح بعد مليار سعودي؟ أنا رأيي يعني وقبله 3 مليار. مع احترامنا للرئيس بري ودوره، رأيي لازم يقوم بدوره كرئيس للمجلس النيابي، رئيس يقوم دورين ثلاثة، ليش لا يقوم بدوره الحقيقي. طيب. ويكفي، وإذا كل هيئة قامت بدورها استنادا إلى الدستور بيمشي البلد. يعني ما يقوم بدوره بأدوار غيره ينسى دوره. الرئيس بري رئيس للمجلس النيابي، رئيس سلطة تشريعية، رئيس السلطة التي ينبغي أن تشرف وتراقب الحكومة وأن تحاسب الحكومة. هذا دور المجلس النيابي، يهتم بدوره. نعم. في ظل هذا الفراغ إذا بدنا نقول وهذا الجمود الحاصل، تتخوف من تهديد داعش أو غيره، ولكن تتخوف تكرار موضوع عرسال في أي منطقة أخرى في لبنان؟ أنا لا أعتقد أنه داعش مسألة مخيفة لا إلنا ولا لغيرنا. داعش عم بيخوفونا منها إذا بدك، ولازم يخوفوا المجتمع الدولي منها، يعني لأنه داعش ظاهرة خطيرة.
وخطرها ليس فقط على لا على بادية الشام والعراق ولا على المسلمين وحدهم ولا على المسيحيين وحدهم ولا على الشيعة، هي خطر على الكون، وهذا الخطر ليس مستجدا حتى كمان من هذا خطر كل الأصوليات في العالم اللي بدأت بمحاكم التفتيش بأوروبا وعمل معارك طويلة عريضة استمرت أكثر من 200 سنة بأوروبا حتى استقر الأمر ووصلت عبلادنا. نحن عايشين تحت حكم الأصوليات من بداية منذ قرنين من الزمن، حكم الأصوليات التي بدأت بالحركة الوهابية للمملكة العربية السعودية يعني بال1770 وعم تنتهي اليوم بداعش مرورا بكل الحركات القومية الأصولية وبكل الحركات اليسارية الأصولية. أنا مش عم بفتري عليه، أنا كتبت كتاب عن هالموضوع بالتسعينات سميته الأصوليات، وقلت في الأصوليات ليست الأصوليات الإسلامية وحدها، الأصولي يعني هو من يحاول أن يبحث عن علاج لمشاكل الواقع من بطون الكتب ومن التاريخ. بغض النظر عن أسباب نهضة داعش بهذا الشكل وما جرى في العراق وما يجري في سوريا، ولكن اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إيران إلى النظام السوري إلى حزب الله في لبنان إلى كل لبنان إلى كل المنطقة، خطر داعش يجب مواجهته. وكان طرح السيد نصر الله يعني بخطاب طويل ركزوا على هذا الأمر، يجب الالتقاء بالداخل تحديدا في لبنان لمواجهة هذا الخطر، لأنه يطال الجميع والذي يتخلف بيتحمل المسؤولية. وكأنه هناك نوع نضاء أنه الشيعة هم المستهدفون لأنه هذا التنظيم يضم بصفوفه غالبية من الطائفة السنية. والله ما إذا بدي أحكي إذا بدك بلغة طائفية بقول السنة المهددين مش الشيعة. السنة المهددين لأنه السنة محاربين حوربوا بالعراق، والسنة حوربوا بسوريا، والسنة عم بتحاربوا بلبنان. الاعتدال السني إذا بدنا نقول. إيه طبعا. بس عم أقول هذا حكي طائفي أنا يعني أنا عم رد. بالضبط. لأنه هذا المطروح. إيه عم رد لأنه المطروح. بس رأيي غير هيك أنا. تفضل. رأيي أنا إنه المشكلة بالعالم العربي هي تتعلق بالأنظمة الاستبدادية. كل نظام مستبد عم بيشكل خطر وعم تطلع عليه ردود فعل. ما حصل في العراق ليس هبة داعشية إلى آخره، ما حصل بالعراق هو نوع من انتفاضة قامت بها مجموعات من الناس والأقوى بيناتهم داعش. هي انتفاضة ضد الاستبداد المالكي، ضد استبداد رئيس الحكومة الشيعي بالعراق اللي كان عم بينفذ سياسة إيرانية أو سياسة تتلائم تتوافق مع خطة إيران بالمنطقة. وكانت الخطوة الإيرانية الحكيمة انه قبل المالكية ما يعني ما بعرف اذا حكيمي ولا لا، فرض على ايران بعتقد الامر الواقع يعني مشان هيك بينقال انه مشان النووي يمكن، ولكن يمكن قال وزير الخارجية ظريف انه اذا بدكم يانا نقاتل داعش ولجانب الولايات المتحدة بدكم تعطونا شيء ترفعوا العقوبات. يمكن ما بعرف شو عم بيصير بالمفاوضات بيناتهم الداخلية، لكن الاساس انه هذا الاستبداد موجود، هو ذاته الاستبداد بسوريا، مارسوا النظام السوري ضد كل الشعب، وهو ذاته الاستبداد بالعراق، وبعتقد هو ذاته الاستبداد بلبنان. التخويف من داعش رأيي أنا لازم نستبدله بالتخويف من كل أنواع الاستبداد التي تمارس على شعوبنا في المنطقة العربية. بعود بعد بدك على اليمن، على مصر محل ما صار فيه ربيع عربي، حتى في البلدان التي لم يحصل فيها الربيع العربي. المشكلة الأساسية هي الاستبداد. بسوريا تحديدا، وقبل ما نتوقف للاستراحة الثانية، وزير الخارجية المعلم أعلن استعداد بلاده للتنسيق مع لندن مع واشنطن مع أي دولة لمقاتلة المنظمات الإرهابية بداعش. واليوم هناك كلام أنه أي ضربات جوية ممكنة أمريكية بسوريا، وبدأت في قد تكون طائرات لجمع المعلومات بداية، وبالتالي مقاتلة داعش في سوريا ودخول أمريكا لقصف هذه المواقع، شو إلى ماذا يشير؟ يقول لك نحن كمان كتبت مقال عن الموضوع الأمريكاني. أمريكا هي العدو وهي رأس الإمبريالية وهي بعد بعدها عم أقول شو بينقال أمريكا هذه اللي بتحمل كل هالمواصفات عم نستجدي مساعدتها. طيب انه هاي عدو ولا صديق؟
امبارح كانت بنظر المعلم او سواه كانت امريكا عدو شيطان واليوم شيطان اكبر شيطان اكبر بنظر ايران في اكبر واصغر وطلبت منها ايران المساعده نعم. وكانت عدو لسوريا وطلبت سوريا المساعده فهذه عدو ولا صديق بعتقد انا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي انا ان نعيد النظر بالعلاقه مع امريكا امريكا دوله عظمى لا هي صديق ولا هي عدو امريكا دوله عظمى تبحث عن مصالحها ونحن دول أصغر دول صغيرة علينا العطل إذا بدك مش بأمريكا كل شوية من حملة مسؤولية ولا بأي دولة بالعالم الغرب الاستعماري الإمبريالي مش عارف شو ولا إسرائيل الدولة العنصرية صحيح والتوسعية واللي أبادت شعب وممكن تبيد كل شعوب الأمة العربية وما بتفرق معها لكن العطل فينا علينا أن نبحث عن سبل لمعالجة نواقصنا ولعالجة أمراضنا من داخلنا أولاً أيوة. أمريكا بتعمل مصالحة ويمكن مصلحتها أن تستمر الحرب أن تستمر الحرب بسوريا تضرب بس بدون ما تلغي داعش أنا بعتقد هيك بتخليهم يتحاربوا أكثر ما بتخلي داعش تنتصر بس ما بتخلي النظام ينتصر مثل ما صار بين الثورة والنظام تماماً هيك ويعني ذلك هو تمديد لمرحلة الحرب إذا بدك وهذه أحسن فايدة لإسرائيل ولأمريكا ليستوا أكثر نعم بموضوع الانتصار موضوع إسرائيل انتصرت غزة في هذا الاتفاق الذي تم بالقاهرة كمان بعتقد أنا لازم نعيد النظر بيعني هالمعايير والمقاييس يعني لا يمكن أن يكون انتصارا إذا دفعت غزة 2500 شهيد 2100 عم بيقولوا بالإحصاءات غير الرسمية عشرات الألاف وعشرة آلاف جريح وطبعا دمار ما فيهن يعودوا يعمروا لبعد 5-6 سنين ولا 10 سنين ما بعتقد أنه هذا انتصار وأنه هذا منطق قد المراجل كل ما انهزمنا كل ما تلقينا ضربة كبيرة من أعدائنا نطلع رافعين شارة النصر اللي فتح الفتوح على شارة النصر بزمانه ياسر عرفات بس بعتقد ياسر عرفات انتصر ياسر عرفات انتصر فات على فلسطين قال نحن بدنا نبني دولة على أرض على أي أرض تحرر من أرض فلسطين على أي بقعة تحرر من أرض فلسطين وقدر يفوت على فلسطين هلأ بدولة مشوهة ناق منقوصة السيادة كله مزبوط لكن هو الوحيد اللي قدر يعني إذا بدك في منطق للقول أنه انتصر انتصارا جزئيا ولكن رأي العام الإسرائيلي يقول حماس انتصرت على إسرائيل الرأي العام الإسرائيلي عم يضحك بعد هذا الرد والصواريخ وتهديد تل أبيب وكل ما جرى عم يضحك علينا الرأي العام الإسرائيلي بيدغدغ مشاعر اللي بينغشوا اللي بينغشوا بالخطاب الحماسي تبع حماس نحن ما انتصرنا تماما مثل ما انغشينا بالخطاب الحماسي لحزب الله بتموز نحن ما انتصرنا بدليل انه حصلت إسرائيل بالسياسي هذا المقياس الأساسي على البداية من 2006 حتى هذا التاريخ ممنوع إطلاق رصاصة من لبنان على إسرائيل والملتزمين مثل العقلين يعني بالقسم الأخير من كلام بيروت كتابك الشيعية السياسية رح نضوي عليه بما تبقى لدينا من وقت بعد هذه الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا